السالفة؟ اوكي لا واه ما مات. لا حد يقول لي يا جماعة انه سكواد فاشل محترفين، ما تشوفون الفن؟ نور بصيرتك، نور بصيرتك يا جماعة فنانين، ما تخلوا هنا تأدي دور المدنيق. ليه؟ المدنيق. ايه المدنيق دي؟ ايه دمع مدناق. المدناق احنا عاملين حسابنا معانا مدناقين، مدناق هنا ومدناق هنا. المدناق اللي هناك سادين بيه مدخل البلد ما يعرفوش يخرجوا، يقوم المدناق التاني ضارب عليهم يدهش مالهم. ايه ده يا استاذ انت بتعمل له ايه؟ لا لا ما تفهمناش غلط، انا بشوف عنده بواسير ولا لا؟ حابين نلف فيكتور على بطنك على طول يا اسطى. في فيكتور مقيم على ايه يا ابن الناس؟ قدامنا فيكتور مين دلوقتي؟ حمام انا مش قلت لك اول ما الف فيكتور على بطنك يا اسطى؟ في فيكتور ورانا ورانا في مين يا حمام؟ مفيش حد اهو. هلفك اخر مره، اول ما الف فيكتور على بطنك يا اسطى. هو بصص على ايه يا اسطى؟ يا عم يلعن ابو مروتك، هتفضل كل شويه وتقع كده؟ في فيكتور ورا الحيطه دي صدقني يا عم. مفيش حد اهو، لو في هيسيبنا ليه؟ يا اسطى الحق، في فيكتور ورا الحيطه دي يا راجل. اه والله، امال انا عمال اقول لك ايه من الصبح؟ هو بس مش راضي يقتلك عشان ما بيقتلش غير الرجالة اللي شبهه. قصدك ايه بالكلام ده؟ طب والله بخليه يقتلني. يا اسطى النبي سيبه يا اسطى. خلاص انا ماشي. ماشي رايح فين؟ ربنا لا تقتلني. شفت بقى اني ارجل منك؟ يا اخي تفوق عليك عيل غبي. لا تحكموا على الأشياء من خلال مظهرها، فقد تبدو لكم هذه السيارة من الخارج في حالة سيئة جدا، وكذلك هو الأمر فيما لو ألقينا نظرة على داخلها. الفرش مهترئ والأوساخ في كل مكان، إلا أنها تمتلك محركا خارقا يدفعها بسرعة 566 كيلومترا في الساعة. هيا انطلق يا مارك. حسنا. أوقف التصوير، إنها لا تعمل. العبرة من ذلك، لا تصدقوا كل ما تسمعونه، واحكموا على الأشياء من خلال مظهرها، ولا تضيعوا وقتكم. ما بعطيك فرصة؟ ما راح أعطيك فرصة يا بوي. ريلود. أوه، في شخص جالس يرش. هاكر. هاكر. هاكر يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. ايه يا جدعان، في اتنين مكمبرين اللي فوق بس عاملين ده. انا فيكتور بفور انت يمين وانا هكفر شمال، وفيكتور مستحيل يطلع كده. السلام عليكم. الحق فيكتور تبع هكر وبيطير، خد كفر ورا الباب.
يا اسطى انا مزنوق وما فيش قدام غير البحر اللي هناك ده يا ابن المقرفة. هو ده وقته؟ لا 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 انا مش قادر، انا لازم اروح. بسم الله المعين. واو انا ارتحت قوي. قول لي بقى، هو فيكتور راح فين؟ ما اعرفش فين اخلص. طيب حرق ده فيكتور فوقهم قريم على تيزي، دخلني جوه بسرعة. السلام عليكم. عن ابليسك يا ملعون، شو اللي جابك؟ والله